سمر في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا بتعذب يا كبيبي، انا مش عايزه اعيش. ليه يا حبيبي؟ عايزه ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تعالي شوفي. منى مالك؟ ايه اللي حصل؟ وقعت من السلم يا كمالية. سلم؟ سلم ايه اللي يبهدلك البهد؟ ايه اللي حصل؟ اتبهدلت قوي يا كمالية. باين باين. معلش معلش، ايه اللي حصل؟ انا مش زعلانه يا كمالية، بس انا خايفه عليكي. انا ساعتها كمان خفت قوي، ولما جيت هنا حسيت ان انا ضعيفه، صعبان عليا نفسي قوي. معلش، بس احنا لازم نعمل محضر في الاسم. لا يا كاميليا، مش هعمل محضر، وهنزل المكان ده تاني وتالت، وهفضل ابيع واشتغل، محدش هيقدر يمنعني اشتغل واكبر. بس انتي عارفه الغلطه ايه اللي انا ممكن اقع فيها؟ ايه؟ ان انا استسلم. انتي كده ازاي؟ مش فاهمه يعني ايه؟ يعني ازاي لما بيجيلك موقف بتعرفيه، وازاي بتقدري تحددي تتصرفي ازاي في الموقف ده؟ ازاي؟ يمكن عشان بشتغل وعشان وسط الناس على طول. طب ما انا عايشه وسط الناس. يمكن عشان انا عندي حلم عايزه اوصل له. صح، انا كمان كان عندي حلم، كان نفسي يبقى عندي مكتب ترجمة، وعشان كده دخلت الجامعة. لكن وجود أحمد في حياتي خد وقت كبير قوي من عقلي وتفكيري. الحب والجواز؟ آه. ولما حصلت المشاكل خدتني في حتة تانية خالص، بعيد. ولما رجعت لقيت مخي فاضي، ما فيهوش أي حاجة، لحد لما وصلت للي أنا فيه ده. أنتِ ليه دايماً يا كماليا بتحلمي بحاجة وتجري ورا حاجة تانية؟ ليه؟ أنتِ لازم تخططي لحلمك يا كماليا. اللي أنتِ فيه ده ما ينفعش. ما ينفعش تحلمي بحاجة وتبقي عايزة حاجة تانية خالص. إيه الحلاوة ده يا أحمد؟ أنا مش مصدق اللي إحنا فيه. شايف المنظر؟ عشان تبقى تدعي لي. لا ده أنا بدعي لك وبس. خلي بالك يا عادل، إحنا الفترة اللي جاية دي عندنا شغل كتير قوي. أنت شكلك كده عجبتك الشغلانة. هو فيها ابني أحلى من اللي إحنا فيه ده؟ صراحة لأ. فاكر أحمد ده؟ أنا كناش بنروح أنا وأنت الجناين دي غير في الأعياد نعيش فيها؟ يا نهار أبيض، المصحف أنا ما مصدق. مالك؟ شكلك فيك حاجة، في إيه؟ بفكر أعمل حفلة صغيرة في الفيلا دي. حفلة؟ يعني إيه؟ إيه مش حفلة أوي يعني، زي ما تقول عشاء عائلي، وأعزم فيها الراجل الكبير. عائلي والراجل الكبير؟ مش فاهم أي حاجة. مش لازم تفهم. أنت تعمل بس اللي أنا بقولك عليه، وبخلي متولي معاك. حاضر، هعمل كل اللي أنت عايزه، بس فهمني أنت عايز إيه بالظبط. يعني عايز أجمع بنات خالي كده ونتعشى مع بعض. بنات خالك في عشاء مع راجل كبير؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. زي ما تقول كده عايز أخرجهم من الجو اللي هم فيه، عايزهم يجي يتفرجوا على الفيلا بتاعتي. ده على أساس بقى إن أنت حاسس بيهم وبظروفهم وعايز تخرجهم من الجو اللي هم فيه، صح؟
في ايه يا عادل مالك؟ انت اللي فيه يا احمد. ما تيجي معايا سكه وفهمني انت عايز تعمل ايه بالظبط. خلاص بلاش انت، مش عايزك تعمل حاجه، انا هقول متولي. استنى بس يا عم، في ايه يا عم؟ ما تتكلم معايا زي ما بكلمك، انت واقف معايا صغير، كمل كلامك. في ايه يا عادل؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ نسيت نفسي؟ يعني ايه؟ يعني المطلوب منك انك تنفذ اللي انا بقول لك عليه وبس، من غير ما تسأل كتير. لا مش هينفع. عارف ليه؟ عشان انا صاحبك، مرايتك يعني. يعني لازم ابقى باصص عليك وشايفك بتعمل ايه وما بتعملش ايه. ولازم اقول لك اللي انت بتعمله ده غلط واللي انت بتعمله ده صح. انت اللي هتقول لي ها؟ طب ايه بقى يا عم عادل اللي انا بعمله غلط؟ بقول لك ايه يا عادل؟ انت معاك فلوس كام دلوقتي؟ وايه العلاقه؟ يعني انت بقى معاك رصيد في البنك من ساعه ما بدات تقول لي حاضر ونعم، وهو ده المطلوب منك بالظبط، انك ما تفكرش. حاضر ونعم، وهو ده شغلك معايا، فهمت؟ انا فاهم حاجه تانية من زمان، فاهم ان انت بتقدر الناس بالفلوس، مش هتتغير. الو اي ايت، ايه في ايه؟ مالك؟ اهدي بس. طيب اهدي شوي. ايه؟ طيب طيب انا هجيلك حالا. مع السلامه. يلا هدي كمان. ايه اللي شاغل بالك؟ مفيش، سرحانه شويه. في ايه بقى؟ ولا حاجه، فكر في شويه حاجات. مروه. نعم. تعالي عايزك. حاضر. اختك عامله ايه؟ اختي؟ وانا كويسه الحمد لله. انا عايزها تجيني بكره الصبح. ليه خير؟ لا بس كلامها عجبني وعايز اعرف في ايه تاني في دماغها. حاضر اوكي هقول لها. اخبار وجيه ايه؟ مش فاهمه حضرتك تقصد ايه. اقصد اللي فهمتيه بالظبط. الاستاذ وجيه عنده مكتب وعنده تعم سكرتاريه، لو حضرتك تحب ان انا اكلمه عشان اخد لك ميعاد تقابله قول لي. انت فاهمة انا اقصد ايه بالظبط؟ اللي حضرتك تقصده مش لطيف، وانا مش سكرتيرة وجيه. استاذ وجيه شخصية معروفة ومشهورة، واحيانا بقابله مش اكتر كده. اهو انت مش واخدة بالك ان لهجتك فيها حاجة متغيرة شوية؟ حضرتك اللي بتتكلم معايا بشكل جارح شوية. كل ده عشان سألتك عن سواجيه؟ استاذ مدحت انا عايز اعرف ايه في دماغك بالظبط. شوف يا مروة، أي راجل في الدنيا بيبقى محتاج من الست حاجة من اتنين مفيش غيرهم. وإيه بقى يا ترى الحاجة دي؟ حاجة مادية، ودي طبعاً أنا مش محتاج لها في حاجة، وحاجة معنوية. حاجة معنوية بمعنى إيه؟ تقف جنبه مثلاً ولا تقول له كلام حلو؟ أنت فاهمة قصدي كويس. أنا مش فاهمة حاجة خالص. لا أنت فاهمة قصدي وعارفة أنا عايز إيه بالظبط. طب ما بقول لك ايه؟ ما تخليني احسن عامله نفسي مش فاهمه. انا كده مبسوطه اكتر. وبيني وبينك كده يا استاذ مدحت، انا مش عايزه اسيب الشركه. للدرجه دي؟ واكتر. حضرتك هنا صاحب الشركه، وانا حيال عندك حته موظفه. يعني انت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي في نظري. فاللي انا بعمله دلوقتي بحاول بقدر الامكان ان انا الحاجه الكبيره دي ما تصغرش في نظري في يوم من الايام. حلو الكلام. لا عجبني بجد، بس انا برضو لسه بسأل. حاضر دي واحدة. ده ايه ده؟
دي استقالتي. باي باي. ايه خير؟ عايز ايه؟ على فكره مروه دي بنت هايله. نعم. اصلها يعني من ساعه ما جت وهي قريبه قوي من الباشا. هو ده اتجننت يا ابني؟ لا 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 لا، انت فهمتي ايه؟ انا ما اقصدش كده. مقصد يعني ان هي خدت مكانه مميزه بسرعه، شاطره يعني. واحنا الواحد هنا بقاله سنين لا علاوه ولا ترقيه ولا نيله. بقول لك يلا يلا شوف شغلك، انا مش ناقصه وجع الدماغ. والله بقول لك ايه؟ في شويه شغل كده عايزين نبقى نريحهم مع بعض. تراجع معايا ايه؟ وانا مالي ومال شغلك؟ وانت اصلا مالك ومال شغلي؟ يعني ايه المشكله ما نحط شغلك على شغلي وعادي هنراجع يعني. ايه؟ اه طب بقول لك ايه؟ لما تشوفي استاذ لؤي بقى وبيسوي من هنا ومن هنا، اتفضلي. يعني جت عليا وقفت. انا عايزك تهدي. اشرب العصير بتاعك ده وكل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. كان هيموتنا. على فكرة ده رد فعل طبيعي جدا. وأنا جايباك هنا عشان تقول لي طبيعي؟ يا آيتي لازم تعرفي اللي عمله سامح ده. كان عايز يقول لك يعني إن هو مش هيعدي الموضوع بسهولة، إنه يقدر يقلب الترابيزة بس بطريقته كده يعني. أيوة يا أحمد، بس أنت قلت لي قبل كده إن أنت ممكن تتصرف. مش فايتن. أنا أقدر أعمل أي حاجة في الدنيا دي أنت تبقي عايزاها. ده في مشكلة كبيرة أوي يا أحمد. أنت بنت خالي ومفروض عليا أعمل لك اللي أنت عايزاه كله. أنا عايز أخلص من سامح. تخلصي منه إزاي يعني؟ الطلاق. بسيطة. لو على الطلاق بسيطة. يطلقك. طب وسمير؟ سمير ده يبقى جوز امك؟ ايوه جوز امي. اه ماله؟ مش مريحني خالص. بس كده؟ برضه بسيط. نخليه يريحك. لا انا كده لازم افهم. هو انت هتستفيد ايه يا احمد من كل ده؟ بعدين. بعدين يا ايتن. اصل انا بحب اقدم السبت عشان يبقى الاسبوع كله لحسابي. اشرب العصير. اشرب. طلباتك يا ست جماليه. ماليش طلبات. لا ازاي بقى؟ ازاي يا ست الكل؟ دي في ريال ست العرايس، وبعدين طلباتك انت وهي اللي انتوا عايزينه هيتنفذ، خلاص يما؟ يا اخويا ابن عريقك، ما تستنى ما نشوف طلباتهم ايه. ماشي. انا متولي عندي بالدنيا. كده عيني عينك، طب استني لما انزل. وانا هكسف من ايه بس يا خالتي ولا خبي يعني؟ قومي يا اختي اعملي شاي. حاضر. والنبي الكلمة دي لو اتقالت عندنا في البلد تطير فيها رقاب. والنبي عندكم في البلد. إنما عندنا في البلد لا عادي. وبعدين الواد والبنت عايزين بعض. مش كفاية يكونوا عايزين بعض، لازم تبقى رسمي. بقول لك يا خليل، هاتي من الآخر. حاكم أنا عارفة إن الجوازة دي مش لد عليكي. ست جمالات، صلي على النبي والنبي. اللهم صل عليك يا نبي. ما أنت شايف أمك جاية تفركش الجوازة. وبعدين أنا كمان عايزة أقول لك على حاجة. اتفضلي يا ست الكل. انا كمان مش عايزه الجوازه الزفت دي، بس لولا المحروسه هي اللي ماسكه فيك. ايه اما الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ عيب. ويا اختي لما الجوازه مش لد عليكي جايه على نفسك وغصب على روحك ليه؟ الخايبه بنت الخايبه مش عايزه تسمع كلامي. فيها ست جمالات الكلام ده واللي بتقول امك حلو. طب بصوا خلاص بقى عشان اقول لكم اللي فيها، انا الخميس الجاي خطبتي على فريال عشان الناس كلها تعرف. نعم يا اخويا. ده من امتى ان شاء الله؟ يما انا ومتولي خلاص اتفقنا. عشنا وشوفنا البنات بتتفق من ورا اهاليها بعد ده كله ولسه عايزاه. يما عادي، الست خليله زعلانه يعني ان ابنها هيفارقها، وبعدين كل الحموات كده. انا اهم حاجه عندي متولي. مبروك يا عين امك. الله يبارك فيك يا يما. بالرفاق والبنين يا رب. يما يما جت موي شطحك يا بعيد. خلاص انا نازل وراك. معلش يا ست جمالات، بس هي متوتره شويه عشان خاطر الجوازه وكده. بلا معلش بلا زفت. اه طب سلام عليكم. انا بقى يما. يما انا عايزه اعرف انت ناويه على ايه؟ بعدين تعرفي. لا مش بعدين، عايزه اعرف دلوقتي. انت عارفه ان متولي ده خد شقه في الهرم؟ وده ماله مال الجوازه؟ لا ازاي بقى، متولي كده بيعلى، وانا بقى عايزه اخرج من الحاره المقرفه دي. تخرجي من الحاره المقرفه دي؟ تروحي لباب البرك ده؟ يا بنت انت كده مش هتنضفي، ده انت هتتوسخي زياده. بقول لك ايه؟ انا هتجوز متولي يعني هتجوز متولي. في 60 داهيه. يلا روحي
تتجوزيه، على الاقل اخلص من قرفك. راحه فين بس يا جمالات؟ راحه اعمل الواجب. خدي خدي خدي. واجب مين؟ ولا راحه تامني؟ اتلم يا بت، اتلم لالمك. الله، مش كان عبد الله اللي في الدماغ؟ قلبتي فجاه على جمال؟ اقسم بالله العظيم ان ما اتلميتي لقلع الشبشب ونسله على دماغك. لو النبي. بكره تعرفوا هي من فريال يا حاره. ازيك يا عم جمال؟ انت دلوقتي احسن؟ الحمد لله. انت زعلان ان انا جيت ازورك؟ لا ابدا. اتفضلي اتفضلي. انا قلت لنفسي مش ممكن عم جمال هيزعل مني انا بالذات. محتاجه اتكلم معاك. برتاح لما بقعد اتكلم معاك. بابا كان بيحبك وانا بحب كل حاجه بابا كان بيحبها. انا كويسه كمان. وهتبقى دايما كويس. عارف انا جايه لك النهارده ليه؟ عشان عايزه اقعد اتكلم معاك. عايزه اتكلم مع حد يكون بيحبنا بجد، خايف علينا بجد. انا كمان عندي حاجه عايزه اقولها لك. اللي حصل ده كان شيء سيء جدا، ارجوك انسيه. وانت كمان انساه. انا اسفه بس والله العظيم انا ما قلت اي كلمه من اللي وصلوا لك. انا جاي النهارده عشان اقول لك حاجه واحده بس. انا طول عمري بشوفك زي بابا، واذا كان الكلام اللي احمد قاله لك اذا كان يقصده او ما يقصدهوش، امال انا بقى هعمل ايه؟ ان الناس كلها بتخاف مني وبتتشائم مني لو اي راجل قرب مني. اوعي تصدقيه. انت قمر، تعرفي ان ابوك الله يرحمه كان دايما يقول ان اجمل واحده في بناتي هي كاميليا، عليها جمال مش على حد، انه كان دايما بيحب يبص لك. انت انا بعبطي افتكرت ان الدنيا ضحكت لي، اني هتجوز جميله الجميلات زي ما عبد العزيز كان بيقول. بابا كان بيقول عليا انا كده واكتر من كده عليا انا. شوفي كاميليا، انا اليومين اللي فاتوا دول مريت بشويه حاجات كده، لو حكيتها لاي حد لا هيصدقها ولا هيتحملها. بسبب؟ لا مش بسببك، هو بسبب انا. عشت سنين طويله قوي في الوهم. ابوك الله يرحمه مره قال لي كده بس انا ما صدقتوش. بابا كان فيلسوف كبير ومحدش كان يعرف. ابوك ده كان انسان غريب، كان يسكت كتير او يقعد يراقب الناس ويتفرج عليهم. لما يتكلم كان بيقول كلام عجيب. الدنيا ظلمته كتير. لا بالعكس، الدنيا لا ظلمته ولا ظلمتني. الحكايه ما فيها ان انا بفكر انه غلط. سمعت انك سبت الشغل، ممكن اطلب منك حاجه؟ مش هرجع، مش هرجع كمان. انا قضيت عمري كله قاعد ورا مكتب، مش عارف انا بشتغل ايه. حتى لما كنت بشتغل كنت بشتغل شغل اي حد ممكن يعمله. نفسي بقى اعمل شغل انا ما حدش يعرف يعملها غيري. كفايه بقى، عايز اعيش. يمكن اللي حصل ده ما كانش كله وحش، بالعكس اللي حصل ده فوقني. انا عايزك تعتبرني زي بنتي. انت فعلا زي بنتي. الحكايه فيها انها قبت مني شويه. ما تقولش كده.
مقولش كده ايه؟ ما هي دي الحقيقة. هي فعلا حبت مني. أنا هسيبك. طمنت عليك وهبقى عندي على إيدي. ماشي. اتفضل. سي جمال أهلا. خد عينك يا ست جمال. أهلا ازيك يا كاميليا. جايبه له بقى بحة إنما هياكل صوابع وراها. لما نشوف إيه البحة دي. طيب أسيبك بقى تفرتك البطة اللي جاية لك دي. ده أنا بقالي شهر عمالة أزغط فيها عشان أذبحها على الموسم، بس مش خسارة فيك. بقولك يا حبيبتي، إذا عصي أي حاجة أنت وإخواتك عينيا الاتنين. تسلمين يا ست جمالات، عن إذنكم. اتفضلي. يلا يا أخويا، عايزاك تفرتك البحة دي. ماليش في البح. بقول لحضرتك لو سمحت. أم رفا، ممكن لو استاذ مروان سال عليا تقوله ان انا عند حمام السباحه؟ استاذ مروان يا فندم، ده طلب عربيه عشان ينزل مصر ومشي بقاله ساعه. يعني ايه؟ مش استاذ مروان غرفه 2013؟ ايوه فعلا. ايوه فندم، نزل مصر وانا اللي جبت له العربيه بنفسي. ازاي يعني؟ والله يا فندم هو ده اللي حصل. رد يا مروان. علاء؟ لا. امال مين؟ ده ايه ده؟ عايز ايه ورا اخر؟ مش عارف. استني بقى، احكي لي كل حاجه بس عشان ابقى معاكي على الخط. اصل بصراحه كده هو سعيد جه هنا وايه؟ وهو كمان قال له انه بيحبني. الله، محتار. انت مش هتروح الشغل ده تاني على فكره. وانا فعلا قررت اعمل ده، بس هتفهميني. قولي بس. انا حاسه اني فعلا بحب علي. هتعملي ايه في ابنه؟ مش ذنبي. لا ذنبك وغلط، مش صح اللي انت بتقوليه ده. يا سمر، ليه نحط نفسنا في اختبار صعب؟ ليه صعب علينا حياتنا؟ ما هو لو بعد انا مش هبقى مبسوطه. هتضايقي شويه وبعدين هتنسي خلاص. لا مش هنسى، انا عارفه نفسي. يعني ايه؟ لكن انا فعلا بحب علاء، بجد بحبه. بتحبي علاء ولا شايفه بابا فيه؟ علاء مش صغير، اكبر منك في سن بابا. فكري كويس يا سمر، ده ممكن ما يكونش حب، ممكن يكون احتياج. لا مش صح. أنا فعلا برتاح جدا وأنا معاه، بيحب اللي أنا بحبه. ساعات ببقى مستنية منه يكلمني عشان يقولي تعالي لدرس المزيكا، أو يقولي رأيه على حاجة أنا كتباها. عادي، كل اللي بيحصل ده عادي، حالة جديدة عليكي وإنتي مش متعودة عليها. أنا مش صغيرة يا نجلة، أنا عارفة كويس أنا بقول إيه. لا مش عارفة. الواحد لما بيحس ان في تجربه جديده عليه ما بيبقاش فاهم مشاعره اتجاهها، وما بيبقاش عارف هو المفروض يعمل ايه. اسمعي مني. طب لو حد قال لك سيبي مجدي، كنت هتعملي كده؟ ترجعيش تقولي نفس المبررات يا سمر. بالطريقه دي انت بتحاولي تقنعي نفسك ان انت صح رغم الكل. مش صحيح. طب ممكن تدي لنفسك هدنه؟ ابعدي يا سمر، خدي وقت فكري فيه، مش تخسري اي حاجه. البعد هيخليكي عارفه انت عايزه ايه بالظبط. يا ربي.
مروان انت فين؟ ازاي تنزل مصر؟ ازاي اصلا تسيبني؟ مروان انت ما دفعتش فاتورة الاوتيل، انا كنت هروح في 60 داهية. لا دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا خالص. وبعدين انت عارفة ولاد الناس المحترمين ما يعملوش كده ابدا، وانا ابن ناس محترم ما اقدرش ارتبط بواحدة عملت كده خالص. معلش سوري، هبعتلك ورقتك بقى يا حبيبتي. يلا باي باي. برافو عليك يا وائل، تربيتك اكبرنا. ايه ده مروان، هو انت هنا؟ ايه في حاجه ولا ايه؟ لا سالت بابا عليك، قال لي ان انت مسافر مع اصحابك. لا لا ما انا جيت. انت اخبارك ايه؟ ده انت وحشاني جدا. وميرا فين امال؟ انت شكلك زعلان بقى. لا معقول ازعل منك يعني او ازعل من اختي حبيبتي؟ لا مستحيل. يلا حبيبي مش عايز حاجه؟ لا يا حبيبي تسلم لي. باي باي. مع السلامه. كنت عايزه اتكلم معاك. ناوي تحت امرك؟ انا عايزه اخلص المواضيع اللي بينا، وبقول كده ان احنا نسيب بعض بالراحه من غير شوشره. انا كنت هقول لك كده برضه. طب كويس انك بتفكر زي. انت ناوي على ايه؟ انا مش ناوي على حاجه. يعني الشركه هيبقى وضعها ايه؟ الشيكات اللي معاك؟ لا الشركه دي خلاص ما عدتش تهمني. طبعا ما انت عملت شركه جديده وسحبت كل التعاملات على الشركه الجديده دي، صح؟ ايه ده؟ ده انت مراقباني بقى. ولا يهمك، الشركه دي اقدر اوقفها على حيلها احسن من الاول. المهم الشيكات. لا لا يا قمر، الشيكات دي حاجه تخصني انا، لان بصراحه انا لا يمكن اعمل لوحده زيك. زي انا؟ جديدة النغمة دي يا بابا. مش جديدة ولا حاجة يعني. وانت ناسي انك شهدتي شهادة زور؟ نسيت انك سبت جوزك ابو عيالك وانت على ذمته؟ سبته علشانك وشهدت زور عشانك. لا 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 لا، عشان انا عارفة انا لو كنت مكانك في الموقف ده اخلاقي اللي يمكن تسمح لي اعمل كده ابدا. اخلاقك صح، بس اخلاقك تسمح لك انك تقتل؟ انت قتلت يا سمير. انا ما حصلش، وبشهاده الشهود ما حصلش، بس للاسف للاسف انت اللي وصلتينا للدرجه دي لانك طماعه طماعه وما ملاش عينيكي غير التراب. بلاش نتعامل مع بعض كده، احنا عشنا مع بعض كتير واللي بينا مش قليل يا سمسم. انت اللي ابتديتي وبتخططي طول الوقت انك تاخدي كل حاجه، بس للاسف نسيت ان في ناس غيرك بتخطط واحسن منك يا زوزو. باي باي يا قمر. باي. طيب يا سمير. طب ابقى عتبها وانا اشوف هعمل معاك ايه. يلا في 60 ده. انت يا بت، انت يا بت، انت شاربه ولا ايه؟ تعالي هنا. انت يا بت اوعي متكيش دعوه بيا. يعني فايقه وعارفه بتعملي ايه؟ امشي امشي. طب يلا في ده. تلاقيك عاملة عاملة سودة، يعني ما انت هتموت الدنيا هتتقلب. بالسلامة يا اختي. تعالي تعالي يا حلو.
عملتها قبلك ووقفت الوقفه دي قبل كده. قولي لي مين ضحك عليكي؟ ولو ضحك عليكي ضحك عليكي لحد فين؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده، بقول لك ايه، انا ما بحبش الكلام الكتير، هاتي من الاخر واحكي حكايتك السودا يا بنت. انطق هتتاخري؟ لا خالص، هخلص شغل واجي على طول. طب ممكن لو الاستاذ مجدي هف وغزلته كده ان هو يعزمك على فنجان شاي بعد الشغل تتصلي باختك وتطمنيها؟ من عينيا الاثنين. نعم. انت نازله تاني؟ اه طبعا هنزل. ليه يا ماما؟ ما انا قلت لك يا كاميليا انا مش هسيب الشغل، انا لازم اوصل اللي انا عاوزاه. برافو عليكي. ايه اللي برافو؟ انت بتقويها عليا الصراحه. اه يعني اللي هي بتقوله ده كلام صح. وبعدين ايه اللي حصل يعني؟ البنت اللي عملت فيكي كده انا عذراها. يا سلام. اه طبعا، بنت قاعده بتشقى وبتعمل سوق وبتعمل زباين وتيجي منى تاخد كل السوق ده. على فكره انت كان لازم تحطي نفسك مكانها، صعب قوي الموضوع ده. طب ايه رايك بقى ورحمه ابويا ما حاسب لها زبون في المكان ده؟ هتشوفي.